كيف كافت البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شيء مزيان وصلت احلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بشان بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرا روعة بشبان مسارك كله فوحب العطار والباس كل الوان تبتيني بعنان فقري رسول داك الزهر كيف بلغك في مكان كله جند وجدران السلام عليكم ديري لاباس عليكم هانيا نتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله يا ربي ودائما نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين عواش لكم مبروكه اليوم ان شاء الله هبط الجريده كنحيد داكشي اللي قسم الله هانتوما على الكرم انا كنفضل الكرم نحيدو يكون صغير ما تيهجمش الكرم يكون كبير بزاف حيت كتكون اللذه ديالو سبحان الله العظيم مغايره على الكرم اللي تيكون حتى تكون الحبه ديالو كبيره بزاف هنا كما كتشوفوا انا كنضرب فوق الحبه ديال الكرم او الكرنب او لي شوك ولا واش شنو كيقول باش كنعرف واش صامطه يعني واش الحبه ثقيله ولا خفيفه يعني واش عامره ولا باقا خفيفه هانتوما كتشوفوا الطريقه كيفاش كنعرف الحبه واش عامره يعني واجده النضج ولا لا هذيك الحبه اللي كتشوف فيها راه واجده ولكن غير انا ما بغيتش نحيدها حيت بارك هذه غير ديك الحبه كيف ما كتعرفوا انا غير انا ولدي وملدار يعني ما عندناش ماكله بزاف هذه راه باقا ما واجداش انتم كتشوفوا فيها مازال ما وجداتش بقى واحد 15 يوم تقريبا وانا بصراحه ما مزروباش عليه كنحيد غيب شويه فن ما نحتاج شي حاجه كنهبط للجريده انتم النساء شوفوا ما شاء الله دابا ان شاء الله بدينا بالخص انتم كتشوفوا هذا النوع الاول راه ما شاء الله هذا الخص الاحمر راه فيه واحد المذاق رائع انا ما كنحيدش الخصه كامله كيف ما قلت لكم انا ما كنقدرش نحيدها كامله باش ما تخسرش كنحيد غير دوك الجناب اللي كيكونوا من تحت ديال الخصه انا كنحيد دوك الوريقات وما كنجي فين ندور هكا واحد 4 ايام ولا 5 ايام كنلقى وريقات اخرين ناضوا هانتوما كيف ما تشوفوا الطريقه ديال الجني ديالو كل نوع كنجني منه دوك الجنيبات يعني دوك الوريقات اللي تيكونوا في الجناب هذا النوع الثاني هانتوما كيف ما كتشوفوا فيه راه دايره شي 7 ديال الانواع ديال الخص هانتوما غتشوفوها كامل اليوم ان شاء الله يا ربي كل نوع غنجني لكم منه التصوير كيجي شويه فهاد البلاصه هادي مظلم حيت فيها الظل ولكن ماشي مشكل المهم هو المتعه هنا عاود ثاني غادي نبدا في النوع الاخر وانتم كتشوفوا فيه يعني انا دائما ما كنبغيش نصعب عليكم الامور نبقى نقول لكم هذيك السميه دائما كيف ما كتعرفوا في الفيديو ديالي الا رجعتوا لي فيديو القدامين كنقول لكم يا اما الخص الاخضر او الخص الاحمر باش الانسان ما يدوقش صافي الخص الاحمر والخص الاخضر وانتم كيف ما كتشوفوا دائما غير الجنيبات هاد الخصة هادي راه سبحان الخالق راه فيها الاحمر والاخضر هانتوما كتشوفوا فيها دوك الجناب ديالها حمر والوسط اخضر انا انتوما كتشوفوا انا كنبين لكم الخصة من الداخل ديالها
هانتوما انا نوريكم الانواع دابا الفرق ما بينهم. هانتوما شوفوا ما شاء الله سبحان الخالق. هانتوما كتشوفوا مازال غنوريكم ان شاء الله الانواع الاخرين باذن الله. وانتي اختي او اخي من هنا تنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين وجزاكم الله خيرا. ما غتخسروا والو على واحد اللايك باش القناه دائما تكون طالعه باذن الله. وشكرا لكم. دابا ان شاء الله عاوتاني غادي نبداو في الخص في النوعيه الاخرى باذن الله. راح داها القزبر والمعدنوس. انا دائما في الزراعه فاش كنبغي ندير شي حاجه في الجرده ضروري كنلوح القزبر والمعدنوس دائما في اي سطر كنشد واحد الكميشه هكا وكندردرها كما كنقولوا كامل كنلوحها كامله باش فين ما درت تلقى القزبر فين ما درت تلقى المعدنوس فين ما درت عاوتاني تلقى الكرافس. الحمد لله دائما الحريره ما كتخطانيش من الدار والحوت كيبغي دائما القزبر والمعدنوس والكرافس الفران من طبيعه الحال دائما. والانسان اللي تيكون بعيد راه ضروري من الجريده ديالو خصها تكون فيها كل حاجه. هنا راه وريتكم النوع الاخر. جينا للنوع الاخر عاوتاني ها هويا. انا غنجني غير ديك الوريقات اللي في الجناب دائما باش يبقى لي حتى الخص لرمضان باش ما نبقى حتى هادشي راه تتلقايه يعني ولكن راه كتلقايه ما كتلقى موجود بزاف هاد لي مارك ما كتلقايهمش موجودين. خصك تمشي لي سوبر مارشي عاد تقدري تلقايهم. اما في الاسواق الاسبوعيه او الاسواق ديال المدينه راه ما تلقايش هاد الانواع. هاد الانواع الرائعه ما نقول لكمش واحد المذاق. المهم هنايا كنوريكم النوع اللي جنيتو كنوريكم المقارنه باش تعرفوا كاع الانواع اللي عندي هنايا في الجريده. ها نتوما كتشوفوا ما شاء الله راه شبعت خاص بصراحه الله كاع الانواع راه رانا زارعاهم. نتوما كتشوفوا شحال من نوع وباقي مازال الحمد لله والشكر لله. ها نتوما لوحه والله الا لا لوحه ما شاء الله. وعاد هذيك اخرى هذيك اللي باناشي واعره عرفتي راه واحد المنظر رائع. وعاد المذاق والله ما نقول لكم واحد المذاق واحد المذاق روعه فيهم. انا الاكثريه الخص هاد الايام ما كنقطعوش نهائيا راه كيجي هكاك كنديروا سلطه غير هكاك مع الخيار مقطع مطيشة مقطعة البصلة عاود كنجنا غير صغيورة والفلفلة كنجنا غير صغيورة مكنخليهمش حتى كيكبرو. اختي انا لاباس عليا مكنخليش حاجة كاع تكبر. راه كتجي في هاد الخضر فاش يكونو غير صغيورين كتجي فيهم واحد اللذة منقولكمش رائعة. وكن مكنقطعهمش تنخليهم هكاك وكندير عليهم صلصة الفينيكات يعني بالخل والابزار وشوية ديال الزيت البلدية وكندردر عليهم هكا راه كيجيو رائعين. وهاد السلطات الاخرين بطبيعه الحال ولكن انا كنفضل ناكلهم هكا باش كنحسو كتحسي براسك كتاكلي الخص بمعنى الكلمه. هذا نوع اخر راه كليت من هادي راه شي عشرات المرات كنجني من هاد الخصه هادي راه كانت كبيره. راه نتوما كتشوفوا ديك الحفيره راها بدات كتصغر الخصه والحفيره راها كبيره. ها نتوما كتشوفوا معنا راه جنيت كليت منها بزاف. هنا انتما تشوفوا ورده والله الا الا ورده حتى هذه راه كليت منها. شوفوا ما شاء الله والله الا ورده. هانتوما رائعه منظر رائع جمال وحق الله وذوق ومنظر. انا نحيد هذوك الوريقات الصغارين راهو معايا كتشوفوا فيهم راه كما قلت لكم واحد المذاق رائع ماشي غير المنظر. شوفوا هذا النوع نادر في الصراحه ديال هذه الخصه هذه. هانتوما كتشوفوا فيها كنحيد من هذاك التراب حيت فاش كتصب الشتا ولا شي حاجه كيعمروا التراب والماء موجود الحمد لله الانسان يغسل وينظف. هانتوما كندير لكم واحد المقارنه ما بين الورقه والورقه. وكنتمنى في هذا الفيديو بصراحه راه كنضربوا عليهم تماره تكونوا متتبعين اوفياء ان شاء الله يا ربي لمنا. هنايا بقات هاد الجزره هذه حتى هي راه غنديرها في السلطه. هانتوما كتشوفوا ما بغيتش نلحقوا التراب باش تشوفوها كيفاش دايره. راه فيها حتى هي الخيزو اللي درت راه رائع فيه واحد المذاق يا سلام
والله الا واحد المذاق ما نقولكمش، لا في السلطه لا في العصير لا في الطاجين لا في يعني بزاف ديال الحوايج. الحمد لله كليت من هاد الجريده، اللهم زيد وبارك. ودائما كنقول لكم مبروك عواشركم وجزاكم الله خيرا. هنايا راه تنصور لكم الخس ما شاء الله، اللهم زيد وبارك.